استقر اليورو الأوروبي قرب أدنى مستوياته في 4 أعوام عند دولار 19 وسط توقعات بأن تستمر ضغوط البيع على العملة الأوروبية الموحدة مع استمرار القلق بشأن النظام المالي الأوروبي. ووافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على اعتماد إستونيا العملة الأوروبية الموحدة اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2010 لتصبح بذلك أول دولة في البلطيق تخطو هذه الخطوة. هذا وتوقع المحلل الاستراتيجي لأسواق الشرق الأوسط في GFC ماركتس نور الدين الحمور لأخبار المستقبل أن اليورو سيواصل تراجعه بينما سيستمر سعر الذهب بالارتفاع. هي المشكلة بس اليونان، في عندنا مشكلة لسه، في عندنا يعني عندك البرتغال، عندنا إسبانيا، عندنا إيطاليا، فهي المشكلة لا تبقى بس بأنه في اليونان بس كحد معين. هلا الإشي الأكثر من هيك إنه لسه بضل عندنا مشاكل في كل أنحاء اليونان، بما إنه شفنا آخر فترة بكل أنحاء أوروبا، بآخر شفنا إنه في بيل أوت لكل الاتحاد الأوروبي، فبضل لسه إنه في مجال المشكلات حتى نهاية العام مبدئيا، يعني حتى إنه تراجع سعر اليورو لسه في مجال إنه نشوف تحت مستويات 1.20، ممكن نشوف مستويات 17، ممكن نشوف مستويات 15، فلسه لا يزال إنه الضغط على الاقتصاد الأوروبي ككل وعلى العمله الاوروبيه بشكل عام. الذهب هو هلا حاليا هو الملاذ الامن، يعني بالذات لانه في مخاوف من الاقتصاد الاوروبي راح يزيد في ارتفاعه لفتره معينه من الزمن، لكن لسه بضل الانيشال تارجت للذهب بحوالي 1500 دولار للاونصه خلال يعني فتره، بجوز لنقول ممكن نقول لحد فتره الربع الاول من العام الحالي، العام القادم سوري. إلى ذلك تجاوز سعر أونصة الذهب عتبة 1250 دولار على خلفية قلق مستمر لدى المستثمرين، وهو سعر قياسي تاريخي جديد في سوق